مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. من تلفزيون جيبوتي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، ونبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يدشن محطة تحلية المياه البحري في دورالي. قتلى وجرح في انفجار سيارة مفخخة قرب أفغانستان. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، بسم الله الرحمن الرحيم. رعى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجيلي صباح اليوم حفل تدشين محطة لتحلية المياه البحري، وذلك بحضور سلطات جيبوتي. رعى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي صباح اليوم مناسبة لتدشين محطة لتحلية مياه البحر، وذلك بحضور السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتية السيدة خضرة محمود حيد. هذا واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى موقع المناسبة باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، ووزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية والصيد السيد محمد أحمد عوالي، ومدير عام المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي السيد محمد فؤاد عبدو، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي. كما جرت المناسبة بحضور رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد علي حمد وأعضاء الحكومة، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار آخرين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الدولية المقيمة بجيبوتي ومؤسسات المجتمع المدني ومسؤولية من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين لدى الشركة المكلفة ببناء هذا المصنع وكوادر من مصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الموظفين في المصلحة. إن هذه المحطة لتحلية مياه البحر في الدورالي ستقوم بإنتاج مياه صالحة للشرب تقدر ب 22500 متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى و45000 متر مكعب يوميا في المرحلة الثانية، أي 30% من متطلبات الشعب الجيبوتي لاستهلاك الماء، بهدف توفير للشعب الجيبوتي مياه صالحة للشرب بجودة عالية على المدى الطويل ومكافحة العطش وتوفير المياه خاصة في فترة الجفاف. الماء من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده، وهو سر الحياة لجميع الكائنات الحية والسبب الذي يجعل الحياة ممكنة على سطح الأرض. للماء أهمية في أي مكان، فهو امتداد لوجود كل الكائنات في الحياة، ولا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنه أبدا، فالناس شركاء بالماء. رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لهذه المناسبة المكرسة لتدشين مصنع لتحلية مياه البحر في دوغالي يعكس الاهتمام الذي يوليه فخامته لتلبية احتياجات المواطنين وكل فرد مقيم على الأراضي الوطنية للمياه، لأن بالمياه تستمر الحياة.
هذا وتخللت مناصبته بتقديم ألقاني باللغات المحلية التي تجسد الدور الكبير الذي سيلعبه المصنع لتحلية المياه البحري في دورالي، وبذلك توفير المياه لصالح الشرب لكافة المواطنين في جمهورية جيبوتي والمقيمين فيها، والمشاريع التالية التي تشهدها البلاد بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وستكون هذه المحطة دورالي دورا بارزا في تلبية الاحتياجات المواطنين فيما يتعلق الوصل إلى المياه لصالح الشرب وبالجودة العالية والمنتجة في جمهورية جيبوتي بهدف حصول على المياه الكافية وذات الجودة العالية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للمحطة في توحيد وتنويع مصادر إمدادات المياه الشرب. My ho yo, hey hey ya. My ho yo, hey hey ya. Darak taugwa huboyle. Udarak nana ubenno. Kuralal surum ya buil. Udarak nana ubenno. Kuralal lagainu walay. Udarak nana ubenno. Udarak nana ubenno. Kufa kabare disenno. Udarak nana ubenno. Kufa kabare disenno. Udarak nana ubenno. Kufakabare di senno. Udarak nana ubenno. Kufakabare di senno. وفي كلمة لممثل مجموعة إيفاجل أشار أن هذا المصنع سيقوم بإنتاج أول متر مكعب من الماء المالح، وتابع بالقول أن أصبح هذا الطريق الطويل ممكن بفضل الجهود المبذولة خلال هذه السنوات الثلاثة من قبل المجموعة التي أمثلها اليوم، بفضل دعم جميع الجهات المعنية بما فيهم وزارة المالية عبر التمويل الخارجي ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية والصيد ومصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي والاتحاد الأوروبي، وأن تيس هذه الصانحة ليقدم لجميع الشكر والعرفان بدوره عبر سفير الاتحاد الأوروبي بجيبوتي عن سعادته لمشاركته في هذه المناسبة المكرسة لتدشين محطة تحلية المياه البحري في دورالي، مشيرا أن هذا المصنع لتحلية مياه البحري يعد الأول من نوعه في جنوب صحراء الكبرى بإفريقيا، وقال إن أوروبا ضمنت عملية التمويل وجيبوتي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم ما يتطلب من أجل تنفيذ هذا المشروع، وذلك إلى جانب شركائها الأوروبيين والمحليين بما فيهم وزارة المالية ووزارة الزراعة ومصلحة المياه والصرف الصحي، حيث تعكس هذه المناسبة التي تهدف اليوم مثابة العلاقات القوية والتاريخية القائمة بين جمهورية جيبوتي وأوروبا. وفي كلمة في هذه المناسبة ألقى المدير العام لمصلحة المياه والصرف الصحي سيد فؤاد محمد فؤاد عبده كلمة تجسد أهمية هذه المحطة. نتابع. La mise en route de notre usine de dessalement est désormais une réalité et les équipes s'activent déjà à effectuer les ultimes procédures de lavage. إن إطلاق أشغال مصنعي تحلية المياه أصبح من الآن فصاعدا حقيقة ملموسة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصناعة تشغيل لهذه الخطة بما في ذلك إجراء مراجعة الأخيرة لخزانات المياه، وسيتم إنتاج المياه العذبة لشرب باستخدام الطاقة المتجددة. ومن هذا المنطلق نفكر بإنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية مما يتطلب تكاليف أقل وتلبية احتياجاتها اللازمة. إن هذه الخطة ستنتج بصورة يومية في المرحلة الأولى نحو 22500 متر مكعب من المياه بفضل الدعم المقدم من شركائنا من الاتحاد الأوروبي، مما يكمل مواردنا المياه وتأمين احتياجاتنا بفضل الربط مع إثيوبيا. إن تنفيذ هذا المشروع رغم الصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا يعد خطوة مهمة في مسيرة المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي.
بدوره نوه وزير الزراعة والمياه وثروة الحيوانية والسمكية والسيدة سيد محمد أحمد عوالي بهدف ضمان الشعب الجيبوتي مياه صالحة للشرب وبجودة عالية على مدى طويل ومكافحة العطش وتوفير المياه خاصة في فترة الجفاف. نتابع. L'unification de cette infrastructure de dessalement moderne d'un coût total de 63 millions d'euros consentis sur financement de l'Union européenne. إن إقامة هذه البنية التحتية لتحلية المياه البحري كلف مبلغا إجماليا قدره 63 مليون يورو. تم تمويل جزءا منه من قبل الاتحاد الأوروبي على شكل هبة بلغت 59 مليون يورو. بينما دفعت الحكومة لجيبوتي المشروع بأربعة ملايين يورو. وقد جرى إنجاز هذا المشروع لجيبوتي في غضون 3 سنوات من قبل مجموعة إيفاش والتي تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الهندسة المدنية ومعالجة المياه، كما تأتي المرتبة الثامنة عالمياً فيما يتعلق بتحلية مياه البحر. من جهة أخرى، فإن محطة تحلية المياه في دورالي هي قبل كل شيء جزء متكامل من المشروع العملاق المستمر لمدة 10 أعوام الهادف إلى تحسين الأوضاع الحياتية لسكان مدينة جيبوتي وأقاليم. فخامة الرئيس للجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي ألقى كلمة في حفل تدشين هذه المحطة الجديدة لتحلية المياه البحر، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن سكان البلاد من الحصول على المياه الصالحة للشرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد. في حفل وضع حجر الأساس لمحطة تحلية المياه عام 2018 كنت قد سلطت الضوء على المصير الفريد الذي ربط بين البحر وشعبنا منذ فجر التاريخ. نحن الجيبوتيين لطالما حلمنا أن نحصل من البحر الذي يقدمه لنا هذه المادة الغزيرة مصدر كل حياة وكل تنمية. من هذا المنطلق قدمت باسم دولتنا ذات السيادة كل دعمي ومساندتي للفرق التي كانت ستواجه هذا التحدي الهائل الذي يسمح لنا بالتوفيق بين تقاليدنا وأفضل ما في الحداثة التكنولوجية، كما أنني قد وضعت مسارا وجدولا زمنيا تم الالتزام به لتنفيذ هذا المشروع الحيوي. على الرغم من صعوبات الطريق نجتمع هنا اليوم حول حجر الزاوية الجديد الذي ستتمكن أمتنا من خلاله بناء مستقبلها بقوة أكبر من خلال ضمان حق السكان في التمتع بأول الحقوق، حق شرب مياه ذات جودة كافية كل يوم. في هذا اليوم الرائع لجيبوتي أستذكر بعض المناطق الحضرية المتأثرة بشكل خاص بندرة المياه العذبة خاصة خلال فترة الصيف. لقد حاربنا واستكشفنا جميع الحلول التقنية الممكنة لإنهاء هذه المعاناة. إن هذه المياه الناتجة عن تحلية البحر لهي مصدر حياة، وإن تنمية بلادنا والري كل مشروع من مشاريعها ستكون مصدرا للتنمية وتقوية كل فرد من أعضائها. إنني بهذه المناسبة أود أن أؤكد امتناني للمؤسسات الدولية التي جعلت حلمنا حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي الذي وثق في مثابرة فرقنا، والثقة التي تتيح لنا الأمل قريبا جدا بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. لأنه من الآن فصاعدا فإن المياه والصرف الصحي سيكونان بمثابة الساقين اللتين ستعمل عليهما سياستنا الحضرية بقوة أكبر لتزويد مدننا ببيئة أكثر صحة وأكثر متعة. من جهة أخرى شكر رئيس الجمهورية على وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى المساهمة للمشروع. Nos remerciements vont naturellement à l'endroit de l'Union européenne qui nous a accordé l'aide nécessaire. نتوجه بالشكر بالطبع إلى الاتحاد الأوروبي
الذي منحنا المساعدة اللازمة لإنجاح هذا المشروع. أريد أن أقول إن هذا الشريك العظيم يستحق التقدير والصداقة من جميع الجيبوتيين. أود أيضا أن أعبر عن فخري للعمل الدؤوب للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي، والذي سمح لنا اليوم بافتتاح هذا المصنع الذي كنا ننتظر تدشينه بفارغ الصبر. كما أتوجه بأحر التهاني إلى مجموعتي إفياج وتيداغو والعديد من الشركات الجيبوتية التي كان لها دور بارز في إنجاح هذا المشروع الرائع. إن 22,500 متر مكعب من مياه الشرب، والتي سننتجها من خلال هذه المحطة في الأيام القليلة المقبلة، و45 ألف متر مكعب التي سننتجها قريبا بفضل طاقة الشمس، ستسمح لنا بتنفيذ مشاريع جديدة تنمو وتزدهر في بلادنا واحة السلام والاستقرار. لذلك نجحنا في مواجهة هذا التحدي، وأثبتنا أن جمهورية جيبوتي قادرة على مواجهة هذا النوع من التحديات الجديدة. إننا اليوم على أتم الاستعداد للترحيب بالاستثمارات الجديدة والابتكارات في أراضينا لدعم نمونا لصالح الجميع وتأثير الإقليمي. الإنتاج جيد، الإدارة أفضل. إن عدم إهدار المياه من شأنه أن يوفر متر مكعب من هذا المورد الثمين. علينا جميعا أن نعمل في سبيل المحافظة على مواردنا الطبيعية. هذا هو رسالة الكاميرا التلفزيون الوطني اندبعته المشاركين، فلنتابع. اليوم نحن في حفل افتتاح مصنع تحلية المياه في دورالي. هذا مشروع مهم لجيبوتي. يعني المكتب الوطني للمياه جيبوتي ينتظر هذا المشروع كان من زمان. إن شاء الله هذا المشروع يوفر كمية كافية 22 ألف متر كيب متر مكعب من الماء الصالح للشرب لجيبوتي. وفي المستقبل القريب إن شاء الله هذه المحطة بتنتج 45 ألف متر مكعب من الماء الصالح للشرب. إن شاء الله هذه الكمية بتكون كافية علشان تنقص من حدة النقص الضعف المياه الصالحة للشرب، خاصة في أيام الصيف في جيبوتي. برعاية وزير التربية الوطنية وتكوين المينا سيد مصطفى محمد محمود، نظمت مفتشية الإنجليزية بتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي الحفل الختامي لأسبوع اللغة الإنجليزية في جيبوتي، وذلك في روغة غفر الشعب. وجرت هذه المناسبة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نبيل محمد أحمد، وزير الإسكان والتعمير ومثيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضم المسؤولين من السفارة الأمريكية إلى جانب العديد من التلاميذ في المرحلة المتوسطة والثانوية. وتخللت مناسبة بتقديم الفقرات ثقافية ضمنت تقديم الأغاني ورقصات فرنكفورية إلى جانب مسرحيات تجسد أهمية تعلم اللغة الإنجليزية. هذا وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نبيل سلط الضوء على دور البارز اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالتجارة والاتصالات في ظل العالم يشهد تطورا سريعا ومتواصل. وفي هذا وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المينا سيد مصطفى محمد محمود في هذه المناسبة، وقال إن أهمية هذا الأسبوع الإنجليزي والذي يتم احتفاء به لأول مرة في جيبوتي، وتابع بالقول أن هذه المناسبة تأتي أسبوع اللغة الإنجليزية في إطار احتفال بالذكرى السنوية 20 لإصلاح نظامنا التعليمي. وفكرة تنظيم هذا الأسبوع يعكس أهمية والمكانة التي تخللتها اللغة الإنجليزية في التعليم وفي منظمتنا التعليمية إضافة في الحياة المهنية في جيبوتي. وشدد الوزير على أهمية اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالموقع الجغرافي في استراتيجية لبلدنا في منطقته. وعلى مفترق وطرق القارات والتجارة البحرية العالمية. وتابع من هنا جاء اهتمام من أجل تعسيس وإتقان اللغة الإنجليزية لدى الشباب الجيبوتي، وبذلك طبقا لما يتمشى لرؤية جيبوتي لعام 2035 للتحقيق التنمية.
استقبل معالي وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد رضوان عبد الله باضو في مكتبه وزير المالية الإثيوبية سيد أحمد شيدي الذي يقوم في زيارة عملية في البلاد. وجرى الاجتماع بين الوزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات والطيف الإثيوبي بحضور المدير العام لجيبوتي تيليكوم السيد محمد عسو بوع ومثل شركة جيبوتي للاتصالات في أديس أبابا السيد حسن خيري. وركزت المناقشات بين الجانبين حول تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وفي كلمة له قدم وزير المالية الإثيوبي شكره لوزير الإعلام الجيبوتي على حسن الاستقبال وكرم ضيافته الذي حظي به الوفد المرافق له، مشيدا في وقت ذاته بالجودة العالية التي تتمتع بها شركة جيبوتي تيليكوم وإنجازات التي حققتها في مجال الاتصال خلال فترة وجيزة، كما عبر عن استعداده لتعزيز الروابط الشراكة بين موظفي الشركتين البلدين. بدوره أشاد وزير رضوان عبد الله باضون العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجال الاتصال والتعاون القائم بين البلدين. وأوضح وزير الإعلام إن دائرته الوزارية عبر شركة الاتصالات الجيبوتية مستعدة للعمل إلى جانب الإثيوبيين وتبادل الخبرات بين شركتين للبلدين الصديقين ومضي قدما في شراكة الاتصالات في ظل عالم يشهد تطورا مستمرا للتكنولوجيا. في دار مناسبة انطلاق الأسبوع الوطني للفرنكوفونية الذي أطلقه معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري، أقيم في معهد الجيبوتي للفن والتصوير السينمائي معرضا فنيا من قبل طلاب المعهد، وذلك بمشاركة السفير الفرنسي في جيبوتي. وتعكس هذه المناسبة الاهتمام التي توليها الحكومة متمثلة وزارة الثقافة والأوقاف من أجل تعزيز اللغة الفرنسية في البلاد. هذا ومن أجل تعزيز اللغة في البلاد، حيث تعد جيبوتي الدولة الوحيدة الناطقة باللغة الفرنسية على مستوى المنطقة. وخلال انطلاق فعاليات المعهد ألقى وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري كلمة سلط فيها الضوء على أهمية الفن وفي تنمية الإنسان في المجتمع والدور الأساسي للمعهد الجيبوتي للفنون في الإنتاج الثقافي والفني الوطني وإنشاء السينما الجيبوتية التي أصبحت من الآن فاسعدة مساهمة في التنمية الثقافية أو ثقافة الوطنية. ورحب الوزير في كلمته بالتعاون الثقافي الممتاز بين المؤسسات الثقافية القائمة في جيبوتي وهنأ الفاعلين في هذا الحدث الثقافي. وعقب ذلك ألقى السفير الفرنسي في جيبوتي كلمة تطرق فيها برنامج أسبوع الفرنكوفوني وشدد على تعزيز التعاون الثقافي بين بلدينا وفرنسا بهدف هذا العمل الجماعي الذي يسلط الضوء على موضوعات مهمة مثل القراءة والموسيقى والرسم والإبداع الثقافي إلى تجسيد إتقان الطلاب الدارسين في المعهد الفنون. ودوليا في وقت ما سال فيه العنف يتساعد في أفغانستان رغم جهود لإنهاء الصراعات من خلال تسوية سياسية، وقع الانفجار ليلة الجمعة وراح ضحيته 8 قتلى و54 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، إذ انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في عرات بغرب أفغانستان. وقع اعتداء قبل أقل من أسبوع من مفاوضات تجري في موسكو بمشاركة السلطات الأفغانية والطالبان وبحضور عدد من الوفود الدولية بينها وفد أمريكي إضافة إلى مشاركة صينية وباكستانية. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أن الانفجار أدى إلى وقوع 8 قتلى و54 جريحا معظمهم من النساء والأطفال. بهذا النبأ الدولي تنتهي نشرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.